أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ الاثنين المقبل العاشر من يونيو الجاري. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التي تسبق انطلاق الامتحانات. طبعا في هذا السياق كانت هناك تصريحات هامة لوزير التعليم الدكتور رضا حجازي خلال اجتماعه مع عدد من المسؤولين بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، وأكد على اتخاذ إجراءات رصد جروبات الغش استعدادا لامتحانات الثانوية العامة. خلونا نعرف معلومات أكتر من محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم باليوم السابع. أهلا بك يا محمود، معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك زميلي محمد وكل السادة المشاهدين. يعني في البداية طبعا حابين نعرف أبرز الاستعدادات اللي بتجرى حاليا لامتحانات الثانوية العامة. في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك أشرت في بداية الحديث إنه امتحانات الثانوية العامة هتبدأ يوم الاثنين القادم بالمواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الدينية والتربية الوطنية. ويوم 12 هتبقى يؤدي الطلاب امتحان طبعا الاتصال والاحصاء، هذه المواد جميعها مواد غير مضافه للمجموع. طبعا بالنسبه للعدد الطلبه اللي هيؤدوا الامتحان حوالي 745 الف طالب وطالبه في الثانويه العامه، موزعين على حوالي 1981 لجنه سير على مستوى الجمهوريه. بالنسبة لأبرز الاستعدادات اللي بتقوم بها الوزارة، تم تكليف رؤساء اللجان بلجان السير، تم التأكد من تجهيز اللجان وفرشها من قبل الإدارات والمديرات التعليمية، توفير فرص أو توفير طبعا وسائل تهوية في الفصول، وأيضا توفير أو تخصيص يعني غرفة صحية داخل كل لجنة سير. كمان تم يعني وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلى طبعا مقر توزيع الأسئلة، عندنا حوالي 84 مقر توزيع للأسئلة على مستوى الجمهورية، الأسئلة مؤمنة بشكل كامل في المظاريف وفي الصناديق الحديدية. طبعا بالنسبة لي طباعة الأسئلة تم بشكل يعني مؤمن بالكامل، بالنسبة لكراسات البابل شيت جاهزة لتسليمها للطلاب، بالنسبة لرؤساء اللجان استسلموا لجان السير على مستوى الجمهورية. أيضا تم تكليف الملاحظين والمراقبين، تم إرسال جوابات أو خطابات الندب للمراقبين والملاحظين خلال الأيام الماضية، وأيضا تم فتح باب الاعتذارات لمن توفرت لديهم شروط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة. طبعا وزارة التربية والتعليم وجهت الرؤساء اللجان وتم تدريبهم بشكل كامل على كيفية ضبط لجان الامتحانات وكيفية توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان. وزارة التربية والتعليم تعهدت بتوفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان طيب مقابل محمود، كان في تصريح لوزير التعليم الدكتور رضا حجازي بيتكلم على ضرورة اتخاذ إجراءات رصد بقى جروبات الغش استعدادا لامتحانات الثانوية العامة. يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر على التصريح ده واستعدادات الوزارة طبعا للقضاء على الغش أو حتى جروبات الغش. يعني وزارة التربية والتعليم شكلت غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة. غرفة العمليات المركزية دي فيها فريق لمكافحة الغش الإلكتروني، الفريق ده شغال منذ فترة على رصد هذه الجروبات التي تروج لي أو التي تزعم تسريب أو تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة. طبعا بيتم رصد هذه الجروبات سواء على تليجرام او على اي صفحه سوشيال ميديا، بيتم رصدها و يعني تجميعها وابلاغ، بعد جمع البيانات الخاصه عن هذه الجروبات بيتم تجميعها وارسالها الى الجهات الامنيه المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه لاغلاق هذه الصفحات.
كمان طيب الوزارة. بالنسبة للمحظورات على الطلاب خلال دخول الامتحان، هل في الوزارة مثلا أكدت أو كتبت إرشادات معينة للطلاب إنه في محظورات بعينها وقت دخول الامتحانات يعني؟ بالفعل وزارة التربية والتعليم أمس أطلقت فيديو استرشادي لطلاب الثانوية العامة، نبهت فيه طلاب الثانوية العامة من عدة محظورات. كان أبرز هذه المحظورات عدم اصطحاب أي وسيلة إلكترونية سواء تليفون محمول أو أجهزة تابلت أو ساعات سمارت أو أي وسيلة إلكترونية من شأنها يعني تصوير الأسئلة أو القيام بأي إخلال بأعمال الامتحانات. طبعا وزارة التربية والتعليم أكدت على أنه سيتم تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية لحظة دخولهم من باب المدرسة بشكل يعني فيه هدوء وبشكل فيه احترام لكل الطلاب من قبل الملاحظين. كمان بعد مرور نص ساعة من وقت الامتحان الملاحظ بيكون في لجنة الامتحان، بيمر هو ماسك العصا الإلكترونية كده، بيمر بين المقاعد أو الديسكات بيشوف لو في أي حاجة الجهاز التقطها أو العصا الإلكترونية التقطتها، بيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب. الإجراءات القانونية دي بيتم تحرير محضر إثبات حالة للطالب والسماح للطالب بأنه يستكمل امتحانه لحين انتهاء المادة، مع تحريز طبعا الهاتف المضبوط او اي وسيله الكترونيه يتم ضبطها داخل لجنه السير. طبعا الكاميرات المراقبه داخل اللجان متصله بغرفه عمليات وزاره التربيه والتعليم، بيتم مراقبه اللجان من قبل الوزاره بجانب الملاحظين. كل لجنه فيها 2 ملاحظين، كل لجنه فرعيه فيها اقل من 20 طالب في اللجنه. طبعا وزارة التربية والتعليم خصصت أرقام تليفونات للإبلاغ عن أي وسيلة أو أي حالات غش يتم ضبطها من قبل رؤساء اللجان أو الملاحظين داخل لجان طيب السير. محمود، حابين نتكلم على الاستعدادات الخاصة بالمراقبين وأماكن إقامتهم. أنت كلمتني عن جزء من القصة دي، بس حابين نعرف أكتر، هل الوزارة انتهت من كل الإجراءات اللوجستية دي ولا لسه؟ بالفعل تم يعني تجهيز استراحات على مستوى جميع الادارات التعليميه لاستقبال اعضاء هيئه التدريس المشاركين في الاعمال الامتحانات الثانويه العامه. بيتم توفير طبعا استراحات مجهزه بسراير ومجهزه بالغرف مجهزه بمراوح وايضا مبردات مياه. كمان بيتم توفير بوتاجاز للاستخدام او الاستخدام اليومي لاعضاء هيئه التدريس. وكمان الوزاره راعت في توزيع المعلمين المشاركين في امتحانات الثانويه العامه انه ما يبعدش بشكل كبير عن محل الاقامه وفقا للتوزيع الجغرافي، وبالتالي في عدد كبير من المعلمين ممكن يوميا يذهب من محل اقامته او من بيته للجنه الامتحان وبيرجع اخر اليوم بعد انتهاء يعني فترة الامتحان أو انتهاء لجنة الامتحان. في حاجة أخيرة، طبعا احنا كلنا عارفين انه يعني في مراجعات بتتم من قبل الوزارة، وزير التربية والتعليم موجه أيضا باستمرار أعمال المراجعة للأطباء الثانوية العامة في انتهاء الامتحانات. طبعا امتحانات المواد غير امتحانات المواد المضافة للمجموع أو المواد الأساسية هتبدأ بقى إن شاء الله بعد العودة من أجازة عيد الأضحى، هتبدأ يوم 22/6 باللغة العربية. طيب هتنتهي امتى الامتحانات؟ شهر ولا؟ امتحانات الثانوية العامة مستمرة حتى 20/7/2024، وإن شاء الله بإذن الله على نهاية 7 موعدنا إن شاء الله بإذن الله مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024. محمود طه حسين، مسؤول ملف التعليم باليوم السابع، بشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل الهامة، وشكرا على وجودك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا لك يا محمود، ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضرتك.